مالي الدار ومالي الخيمة. بام ظلمتي. وشكون؟ جيلالي شقربوبي. سي جيلالي شقربوبي، عرفتك عرفتك، انت اللي كنت اخترتني للمستعاذة. صباح الخير. صباح الخير. قولي لي طام هنا؟ لا بصح انا قلب عليهم وقال مسافرين. قولي لي كي جاوك الخدامه اللي صيفطت لكم؟ ناري واعرين واعرين، عطينا الجار كيضرب البغلي في السطح مع هذاك البلومبي، والبلومبي قاعد يعلق في الطلامط، والخيكات قاعد ركب في الجليج. امتليت يا سيدي يا ربي يا الكريم. اذا عجبكم؟ ايه عجبونا. معلوم الجلالي ارجليه في ضخم الارض السابعه وراسه في عيله السماء، ومن الفطاح الى الكبار ديال التاتيت في عبده. غنجيب لكم الرعاوين؟ لا ماشي العاوين. بلاتي غندخل نشوف. انا في غادي. ندخل نشوفهم علاه ماشي انا رانا شاف شنطي. توا مو الشنطه. انا ما كنت انا ما كنضربش مطرقه. لا 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 قلنا حنا المصطفى حتى واحد ما يدخل دار، حيت حنا عيالات الرجاله وانا مجوج بيا المصطفى انا كاع عيالاته. هي جاية تصفر وتخدار، هي لي حسالف علي زار، هي يا ناس حيت معشوقة في النوار، يمشي ويجي حاجته مقضية جلول. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل، أنا بعدا قبل المج لا تعواج، أنا بعدا خصني جلالة ونفيق، يمشي ويجي حاجته قضية جنون. خوتنا يا سلام زدو بينا العلام، زيدو بينا القدام لخيا بدبة زيان. أددا وأددا عيط الله تصيب الله ولا حبيبة وهي. خوتنا يا سلام زدو بينا العلام، زيدو بينا القدام لخيا بدبة زيان. أددا أددا ولا حبيبة وهي. يا لولي يا درتي وانا شي ما درتو، وحق ربي المعبود حبيبي لفلتو. أددا وأددا عيط الله تصيب الله ولا حبيبة وهي. دابا ما طلعتكم ولا ديروا بيا؟ عندنا ما نديروا بيا. دحيتوني. دحيناك. رميتوني للزنقة. سير سير. جوج الحوايج يا بنيتي اللي غنقول لك وتغديرهم في ودنك. كوني ثقيلة. الوقت والزمان يجي المسيطي فهم يعجبوا حال ويدعيكم وكتعرفيه كيموت على المحاكم. لا قعدوا البوليس تصنتوا لكم لا تجبديش سمية الشقربوبي على فمك. إذا كوني ثقيلة. رضا. احنا سالينا خالتي. هذا سالي. شوفي شوفي الرياض كي ولا يفرح خالتي. ها عجبك يا خالتي؟ داكشي على مزينات. الله يدوز هادشي على خير. ناري 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 ناري. مشينا فيها مشينا فيها. مالكي انتوما فين كنتو الصباح؟ انا قلب عليكم في الصالون. المصطفى عيط لي. سرسرتي ليه كل شيء؟ لا والله ما قلت لي حاجه بالله. احيان يا خالتي ما تثقيش في هذه، هذه ما تكون سرسرت لي كل شيء. احيان انا نقول لك حاجه واحده، ما خصناش نقولوا شيء كله صوبنا ب 10 مليون. اوي 10 مليون فين؟ قال 10 مليون انت؟ لا ما قلتش 10 مليون، قلت 30 الف ريال. اري مسخيت قفرتها بعد. انا ما شغليش صميت لميت، ما قلت لا بيدي لا برجلي لا بكتفي. وملي غاجي لمصطفى نقول له راه قاع بدلنا الفراش والصالون وب 10 مليون، قول لي بدلنا معاه 30 الف. مزيانة. لا لا ولا لا ولا لا ولا لا 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 وعد هدا والله يا الله مولاي عبد الله ويا الوالي وجينا نزرو. مالك داخل كتسلت كي العقرب داخل عند شوافة؟ وراه قلنا ندخلو مستورين. أنا سألت على الجلالي. ياك ما كاين باس. وراه بغيت نقول لك هذوك خياتي اللي عطاو العربون قداو معنا الغرض، ولكن كاين واحد المشكل. بروبليم فين عمرك جبتي شي خدمه انت بلا بروبليم؟ ضروري يكون بروبليم. وشنو هاد البروبليم؟ ما بقيتش عاقل. تلاقيتي مع طام؟ ها عقلت بك العفريت. انت كتلاقى مع طام كيتسالاو لك، مع الناس كتكون كطير من العينين. ها كتشوف طام سميتك كتنسى عليه. اديها عاد واحد الهيبه سبحان الله. لا لا انت ما تفهمش في هذا الشيء، انت ما تفهمش فيه سبحان الله العادي. وقلتي لي راه كتبغيها؟ بغيت نقول انا دابا ولاني ما جاتنيش. قول لي انت فين وصلتي داك البروجي ديال العيطه؟ البروجي ديال العيطه هو غادي دابا مزيان. انا شوف
حالف بحلوفي حتى نغنيها في اكبر مسرح في ميريكان والعيطه توصل للقطب الشمالي والقوير يسمعوا العيطه تشدهم تبوريشه. زكزكزك تبوريشه يا اللي شدتني انا تفكرت مالك وخليت المحل محلول الليله الجلالي هنشرك. ولاد زينة دابا عاد عرضي على صحاباتك طرطق لهم المرارة. مازال فكرتيني يا خالتي خاصني نخرج انا وياك السوق نزيدو شويه ديال المحيبات. شتي نتوما اسلم السلاح ديالكم ما بقيت فاهم والو انا في الرياض رجعتو بحال الربيع العربي. اخويا سامي دخلتينا هاد الدخله مالنا كاع اش درنا حنا بدلنا غير الديكور كيش الديكور الاول اللي كان يجيب الغمه على القلب صدر ديال الحلفه صدر ديال الصوف درنا هكا شويه بديكور عصري درنا الفتويات كثرنا الالوان عليا بلي من 66 من اخويا سمير كون شتي الفيلا اللي بنا الحاج عبد الصمد القباصي تتفه فيها هاي خالتي شافت حق مولانا دار لا بيسين ودار البيبان ديال الصنوبر صنوبر بلاتي جيب بو تشوفي الصنوبر واخوته انا ودار الفيلا رانا خاسره فلوسي انا لصوبت هادشي انا بصوبهم فلوس باك انا خليني جدا كنحتارمك بانا كيعطيني 10 دراهم في العيد الصغير كيبقى يدوي لي عليها يدوي لي عليها حتى العيد الكبير. كيفاش؟ كيمكناس والله العلي العظيم يا خالتي ما كتكذبش عليك عليا بلي من 66 يمين لهادشي كله ديال الديكور دارته بفلوسها بحر مالها انا شاد لها بيه في المحكمه. نتوما بجوجكم غادي تشدوا امتى غايجي با؟ بعد عمري طاول غادي يجي غدا. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناري يا خالتي كحلناها قفرنا العام خالتي انا هادي شيكينات ديال الناس ها الله نشربوهم ونسهطوا ها؟ لا خالتي غير سيري تسهطي غير وحدك كيعجبني نشوف سيد المصطفى طالع لي الدم هكا وكيغوت علينا كامل حق مولين اللي كتحسي بالرجوله معنا في الدار ليه لي خطي علينا ها؟ واد كايسوع القعيده مات الوليد سافا وانت ما ديما تبقى تقول لي انا مات الوليد ها؟ انا مجوجه بوك شحال هادي من عام وتبقى تقول لي مات الوليد قول لي شي حاجه اخرى وشنو بغيتيني نعيط لك كوزان؟ قول لي اش كاينة؟ لا سكينة السيك ما دايزاش خصو يبقى شي شويه ديال الواقر وصافي قول لي عوينتي عوينتي انت يقول لك قدك قدك ونقول لك عوينتي صافي قول لي خالتي خالتي لا ما يمكنش ما دايزاش انا اكبر منك بدوزو ما كايناش حتى في الفهرس صافي لقيتها قول لي حبيبتي حبيبتي لا تا هي ما نقولهاش لك الوالده شنو يقول لك كوزان الوالد كيقول لي سكينه اجي سكينه سيري في حالك شوف انا لقيتها نقول لك ايات تسمعي ايات دوري صافي صافي كيسوع القعيدة وعدنا غير حيدة آياتا وآياتا وآياتا ايه عاد تفكرت آياتا هي انا صافي عقلت انا نسمع آياتا نتكلم وانت ملي تسمع آيا تكلم صافي دابا بغيت نسولك واحد السؤال واش تبقى تسولني بحال كوني معنفشة في ظهري اجي هنايا وبريك وسولني النهار الاول فاش بغيتي تاخدي الوالد اشنا هي الحاجة اللي عجباتك فيه عجب با با انا وبا انا واخا الواليد سقرام وجلطيطه وما كيتفاكش على الدرهم عجبك والواليد سقرام وجلطيطه وما كيتفاكش على الدرهم وكنيمه ها معاكم نتوما معايا انا مسكين سخي يدوم طلوقا ديما يجيب لي كزريعه بايده يجيب لي كزريعه كحله يجيب لي كاوكا وشوكولات اماني كل شيء غنسولك اخر سؤال وتبقى تسولني في المسؤول في المسؤول في المسؤول مال انا استاذه قولي لي واش هاد الماركه ديالكم وهاد الشكل باقي عندكم شي حاجه في العائله نقول لك تاني واحد الحاجه اه كل معايا الكعكاكه اه واسكت حيت من هنا الغدا راه ما غنلقاو يا الصقر ما ناكلو هيولي عندنا الجفاف صافي بسم الله اه شتاتير ها باغي تاكل يا كعكي وانت قلت لي يلا قلت لي ياكل معايا تاكل معايا نشد لك سبعك نقعدو ولا نخشي في لابابو هذا راه الكعك ديالي انا بعد مني عيط وعد كيسوع القعيده وعدنا غير وحيده لا نبت أنا جيت لكم وش دور يوسكم صباح الخير خيرتي صباح الخير أنتي مالك على هاد العيطة كاملة ديال الحلوى ياك لاباس والله ما عرفت رانا حلمت واحد الحلمة طيرت لي النعاس من راسي قلت فقت رانا نصوب كعيكات باش نفطر ورا بزاف خالتي أنا راني حاسة بك وعارفاك علاش ما جاكش النعاس كون شتي أنا حق مولانا ما غمضت الجفن الليل كاملة تتفكر سيد المصطفى واقف قدامي حق مولانا كيبرد لي الماء في ركابي أنا قلت لك خلاص شكاين سيد المصطفى جا
سيري حلي الباب وشوفي بعدا واش مصطفى ولا ماشي مصطفى. ناري ولا كان هو؟ سيري حلي الباب، راه هو عنده الساروت. بصح يا خالتي نسيت، انا خرجت ليا. وسيري طيري. وعاد شويه عليكم، راه غتهرسوا علينا الدفه. وانتم غير شويه، ناري غادي تهرسوا الدفه المخزن ولا كيسرسر. خالتي خالتي شوفي شكون اللي جا. خالتي وهي فرحي، وهي توحشت وليدي، وتوحشت وليدي، توحشت وليدي. وهي اي اي مامتي مامتي مالكم؟ انت انقلق كي بقيتي من هاد الكسيده ولي؟ الله اللي لطف سبحانه. ولكن الطبيب قال لي حاجه، جوج الحوايج ما تقيسهمش. قال لي الطوموبيلات ما تقيسهاش، والبورطابل. مامتي البورطابل وليت كندخل للدار كنطفيه. سناء كتقول لك شعلو، غير كنشعلو كيصوني قلبي كيبدا يضرب، كنبغي نتسطى، كنبغي نموت. الحمد لله خويا على سلامتك. انا بغيت نعرفك واحد الحاجه، الطبيب قال لك ما تمسش الطوموبيلات، وكدرتي في دوك الطوموبيلات اللي عندك تما كاينه درتي بهم؟ صافي شديتها، خصني نتبع كلام الطبيب. يا خصك ترتاح فداك. وجيت عند مامتي صحتي هي الاولى، كاينه ولا لا؟ هي وليدي سناء فين هي؟ خليتها في الدار مامتي، دار امها. قالت لي شويه غادي تلحق عليا. داك مامتي جيتي مبرزتي. هادي ديك الراس الفوسو. يلا حي قولي نعاونك مامتي. ما تعاوني والو، فاش غتعاوني؟ غادي نعاونك بحال كنا صغار. يا بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله لاباس. قولي لي كي جاتكم الصباح؟ وبا مال شويه شويه. امال هذه شويه واش ياك الصباح هذيك؟ والله الا جايه من الجابون سير كامان. جايه من الصابون سير كامان. انت سير عليا تنوض على شي واحد ما تنصش عليك. انا كنتنص عليك دابا، راه باقي عندكم سطوره قلبو. وشوفي البلاد راه مكتوبه في السطر. زيد زيد تخش قلبي سطوره وشوفي. لا ما كان جايه من الجابون ما تخلصش انا. والله لا تخلص. زيد زيد خالتي. ويلي ولاباس ولاباس ولاباس. ولي ميمي بلي كلهم بدلوا، واش هذا رياضي ولا كذبتوا؟ خالتي 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 خالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا بالي بحال لا وريني اللي راح اللي تنام. خالتي خالتي خالتي. وانا ري خالتي، وانا ري اللي خفنا منه. هو شكون؟ سيد مصطفى. جا سيد مصطفى. ومالكم سيد مصطفى؟ هو بلان دايزر بلاتي مامتي. انت يا شاهده، انا وياه هنا في هاد الدار هادي النص بالنص، حتى واحد ما غادي يدوي معاه ولا بلان دايزر. هذا انا اللي غادي ندوي كلشي يسقل. اجي تبعوني. اي مزيان سيد مصطفى. انا راه غنقرب ليك كلشي. انا كنقولها لك عما ديرهاش مني. خلط الصواب سيدي وصافي. وسمح لي بزاف، انا راه والله الا جاي على نيه زعما داخل لداري. الدريبه هي الدريبه، رقم الدار هو هو، ثمن الساروت حل لي الباب. والله الا حشمت منك بالله والله. لا هذا اش كيجيك؟ باش ما كيجيني والو، ما كنعرفوش كاع. اخويا مصطفى جيب معك صاحبك. كي داير؟ اهلا كيداير بخير؟ لاباس عليك. انت مخيب. جيت مع البلا. كيفاش نموت؟ يلاه شفتيني باقي دير معايا الضحك. كي داير بعدا؟ ياك امي تبارك الله عليك. واش هنا ولدك ولا عندك؟ قولي لي. ولدي وليدي ويلي ويلي. الحاجه هذيك الامانه راه بغيت نمشي، رانا تعطل. راه عندي ما يدار، عندي شغالات. سير بشايف. سير 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 دابا نصيفط عندك الطان. سير. ايوا راه عطلتوا عليا بزاف، راه ما يمكنش. واش انا تصاوبت معاكم في الثمن وغنولي غادي جاي؟ راه ماشي معقول. سي محمد بلا تيسع الله. ما تهودش عليا، راه ماشي معقول. الحاجه وصيفط لي الامانه ديالها، راه عطلتوا عليا، راه ما يمكنش. ولينا ولا يجريو علينا. ويلي انت هذا صاحب من؟ ما تقلقش سيد مصطفى، حق مولانا انا حق مولانا انا. بغينا غنفرحوك ونديروا لك مفاجاه. كوزينه؟ لا عليا باليمين. ها انت سول خالتي وخويا امير، حلفت عليهم قلت لهم ديك الكوزينه ما تقيسوها عزيز على سيد مصطفى. وسيري درقي عليا وجهك في الكوزينه. مصطفى واش شفتيني انت يا انا خوك ومضروب في عنقي؟ ما جيتيش عنقتيني. هادشي اللي بيناتنا شنو اللي كيجري في العروق؟ منادى ترى الدم عنق خوك عنق. راه توحشتك انت. واش عاك تجي لهنا عباد الله كتنوض لي الروينه في الرياض ولا شنو؟ ومالك يا خويا مالك؟ باقي انت هو انت، عمرك ما غادي تبدل. ونجي للرياض ديال امي ونجي لداري. نجيت انا خصني نلقى راحتي، راه ما كانت مغموقه وديك السدادر ديال الحلفه وديك الطوابل طايرين عينا منهم. بغينا نبدلوا الديكور شويه. وانت خويا باقي كتلبس الكوستيمات ديال با اللي خلاهم. عيش وخلي الناس تعيش. واش قلت شي كلمه العيب؟ تعيش اخويا. ما تقلقش سيد مصطفى والله ما تقلق. ياك امي صافي، هذا هو المضمون فيك امي. ياك ما دير في خاطري والي. لا والو يا سيد مصطفى ما تقلقش. واش عرفتوا واش درتوا ليا درك انتوما؟ واش درتوا سيد مصطفى؟ وي
ما عمرك غطيح لي انا في بالي هاد القضيه هادي كاع. عمرك سيري بعدي مني. وعاد سلط لي سيري بعدي مني، راه طالع لي الدم. وشوف عنصر حويجاتك ورا اللي رطبهم لك، وسير دخل للدوش تحمم لك واحد شويه المدافي وخريقه وصويبه نحد منك تحت العرق. عملت تجي تخرج تلقاني انا مجدرك واحد بريدي تاع عتاي مشحر بالنعناع وكعكيعات، وديك الساعه بدا نسرسر لك كلشي نقول لك يا راجل والله لا خبيت عليك حاجه. وملي ندوي معاك انا في التليفون كتوقف عليا الطام من هنا وحاجه من هنايا، وكتحلفوا عليا بحال ما كونيات، يقول لي والله تقولي شي حاجه تنحقد لك لسانك ولا نحك لك في فلس سوداني كاع. وداك الشيء علاش انا مصطفى انا منين نشوفك نتخبى حيت لا شفتك انت، حيت انت راجلي نقدر نقول لك كلشي ونسلسل لك بكلشي حيت انت راجلي. ديري عليا رباطي هذا راه هو اللي كيقولوا لي انقلاب، انقلاب في الرياض. ولينا انا جيت باغي ديروا رايكم، وانا بنشوف رايكم باش غادي ينفعكم. انا عززت من هنا وانتم تقلبوا الرياض صفاه على علاه. صحابوها سايبو المصطفى. صحابوها سايبو بالبلاء بعدي مني. هاي كلكم قدارة من الصغير حتى الكبير. شتي هاهم بقاو يدارو 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 تدبروا على بروبليم قدو قد اسافي والنواح. انا اللي عندي المشكل على جهتين، اللي جي عليا من المحل ما بقيتش غنشوف الطميطيم تمسكين اللي عم قدمه في هذا المعمح. الله يطمطم لك الراس كله فاش كيفكر طميطيمتي كله فاش جاتو. انا كنفكر في باق اللي غنكون معاه في الدار دابا وغيشدني غاش غيدير ليا. ودابا شوف شو كيدير، شوف شي حل خرجنا من هنا العار. انا نشوف شي حل، اعطيني واحد دقيقه نفكر. خذ جوج دقائق. كتبغيني كتبغينيش كتبغيني كتبغينيش كتبغيني كتبغيني صافي فكرت. فاش؟ في القتله لا يعطيني الوالد. كتبغينيش بروبليم ما كيهمنيش، وتا واحد ما يقول لي ماشي والده، حيت كلكم ساهمين في الجريمه. كاين اللي شاف بعينيه كاين اللي دار يديه، وغادي نتفاهم معكم واحد واحد. هانا ليكم، هاراكم الحساب، هاراكم الحساب. يوم ياكل نسيت المصطفى انا خاتم خايف. يا عباد الله يا ربي ست حالت، واش عباد الله الجلالي من الفطاحيل ديال العبداق قدوا قامه وعرضوها من تبهدل. هو يشدكم اليوم والله ما يفككم منه واحد. انت باش تكادو علينا حنا دويت تاع على راسك تترك في المعمل. اش درت انا؟ اش درت فيما يجرى لي؟ اه كون حنا اش درت انا؟ علاش كنا خويا جاب لينا السباغه والقباصه والجليجيه من غيرك؟ بلاتي الله يخليك المصيطيفك بالله يسافر. قال لي حضر لي غيبتي، انا حضيت له غيبته، انتم ما قلتوا لي اجي سير جيب لنا الحريفيه، وما قلت لكمش علاش وما قلت لكمش علاش وما قلت لكمش مناش. لا تشريوها لياش معاه، انا اكتفي منه قول مرحوم. اي كلية تغسل وجهها. بغيت لك الصحة، بغيت لك ستر تبارك الله على الرجلة. الرجلة نكتبها لك، نكتبها لك هيبة صداقة من بعد الممات ديالي اليوم إن شاء الله. وانتم سالين تخاوتوا حنا في هذا الشيء درك. والله إلا عييت أنا عاتي طاح لي الطونسيو بالهضرة، وجاتني السخفة بالجوع، ومن الصباح وأنا نسلسل المصطفى. والله إلا عييت. سيري بنيتي السكينة خذي شوية الماء والسكر باش يرجع لك الطونسيو للراس. يا ولي خالتي ما تديرش شوية السكر، هي سربت لي كلشي بقى لك ديري لها الصيرة. يا انتم سكتونا خلينا نفردكوا هذا المنامة الله يهديكم. قولي لي المصيطيفة اش كيدير؟ المصيطيفة جالس كيرتاح. واش يتوقد ويتوالاكم واحد واحد؟ الله يا ربي الله الله الله. شوف يا بنيتي الله يرضي عليك، ياك ما ساق لي الخبر بلي انا اللي جيت الحريفيه. اويلي نسيت ما قلتها لي، خصني نقولها لي. مزاولك في الله، انا مزاولك في الله، ستري ما ستر الله. شوفي سكينه حبيبتي، يا كان عزيزه عليك يا كان خيتك، ولي شيتي هاك نطيبها لك. انا مزاوقه لك في الله، ما تحكينيش ما سيد المصطفى اختي. سكينه بنيتي انا رانا في بلاصه ما نتك، لا تدي مني شي دعوه خايبه، وهانتي كل شيء قدامك. طعم حبيبتي هالتي. أيه عسي جلالي بنيتي. شتي أنا عييت قاداو ليا أنا سميت لميت. الله سلامة سلامة عاولي عليا ليش هيتي إن شاء الله معاك كتيقو فيها ومعتي سير الله المستقبل. كنبانو ما كنبانوش غير ودوب شوية. أنا سير شوية شوف خاصنا نخرجوا من هنايا، ما حد الرعده هامده. اودي هاد العيال حتى هما عارفين نو كيداير وكيبقاو يديروا لي في هادشي. دابا غادي يعض في كلشي. انا ربه راه في شكل، راه بعد خطرات انا ولده وكيسحبني ولد اختو. انا هو عنده اختو ولا غا بار اكزومبل. انا هاد الفرنساويه ديالك راه ما كنتفلش بها بروبليم. شوف انا لقيت واحد الحل مزيان، لا جا عندنا وحسنا غنقولوا ليه ماشي حنا، راه الحاج جاي بدلات كلشي في هاد الرياض، وعند الدوزان ودات رباعه ديال الشيخات وتخلص كلشي جمله. اسيدي انا خارج من هادشي ما شغليش فيكم، انا المهم عندي لقاني سي مصطفى هنا يقول لي هز دوك الطواجن كلهم سير شمشهم في الوالديه. راه كيقول لك واحد المثال، اللي ما عنده عدو في البر يتسنى ولد اختو حتى يكبر. لا هو عنده اختو ولا
غا بار اكزومبل عاوتاني وشتي القرايه شحال مزيانه. الحمد لله طلعت لي الساقعه وقعدت لي الباركه. قلت لك خالتي قلت لك انا غاده الوجده غاده الوجده ما كاينش تخرجيش صافي تهنيتو. نبغي نعرف حاجه وحده مع من تشاورتو شكون يفتر عليكم الراي دابا غتقولوا لي شكون. اجي خويا انت واش حلمتي شي حلمه وتيقتي ولا شنو؟ الا عندك شي وصيه خليها لك با الله يرحمه جبدها وهنينا. الله يرضى عليك يا امير. وتا اسمع الخوك ودير معاه خاطر راه بغى يفهم شي حوايج. انا راضي عليك. واش ما كتحكر عليا انا دوي معاه هو الاول هو بغينا يفهمنا وصافي. حتى اللي غتفهمنا حتى هو الفاهم درك. نفهمك اخويا هاد الرياض هذا ملكيه مشتركه. داكشي اللي عندي عندك عند امي. اسيدي الا ما عجبكش داكشي اللي نديرو لك في بيتك لوحو ورجعوا ليه تزيد شطيطو رجعوا ليه قشوجو وانت حرف ديك البيت حفر به بير فرش الحصاير توسد تبن هادشي عيب امي. دابا غبيتي حقك. اعطيني حقي اخويا بغيت نمشي بحالاتي انا ما بغيتش نجلس. انا غبيت حقي بغيت ما كانتي وراضي هويا يحضروا رجعوا لي قشاو جاو هنينا او ملي جيت بغيت نحضراتي نعس. انا مريض كنقول لكم على القمه ما نقدرش ندورو خليوني نعس. شتك داخل فينا طول عرض قاد الكتاف ولا كيلقب كيسطل. سمعنا اش غادي نقول لكم. غادي نرجع من الحانوت ديالي وغادي نلقى الراديو ديالي وما كانتي ولا غادي نحرق المراحل. ماشي غادي غير نغوت كيما انت اللي ما عجبك حال. غادي نعض ونرفس ونشتف وما غندير هذاك الشيء اللي قال لي راسي حيد عليا من قدامك. انا مريض وكيدفعني واش عجبكم هاد الغوات ديالو؟ انا ملي جيت بغيت نحط راسي حيت مريض ما قدرتش. وبارك من الغوات خليونا نعسو. صافي الله يرضي عليك امير. مزيان تبارك الله. صافي حي 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 مالك كتلد بيهم مالك حالتك حاله وغراضيهم ما كانت تعطيهم ليه؟ منين خالتي غنعطيهم ليه؟ مين عليا قلت لي تصرفي فيهم. اش قلتي؟ تصرفي فيهم تصرفت. اش درت؟ عطيتهم المسعودي ملماعا عطاني فيهم جوج بانية وتخرجهم على ايام وش مكد لماعا. انا خديدي وشوفي منك لي دابا منك لي سيري منك لي انا اختي غنمشي نصرف. وبابا رانا مقابلة طرقان والراجي ورا داك جاي عرضو وبابا رانا الاخر غادي. السلام عليكم. اهلا اهلا زرتنا البركة سي مصطفى. ناشط معنا ورا بحال علمني سيدي ربي الكريم. كيف بقيتي؟ كي داير؟ كي دايره مرزوقه؟ كيبقى ظهرك قول لي كيبقى ظهرك؟ باش من ظهر مشينا نغبرناها يومين عباد الله بغينا نصوبوا الظهر جينا لقينا الدنيا مقلوبه الرياض كله تقلب. الله يا ربي الله شحال الاخبار اللي ما تخبريش. هذوك الرهوط اللي عندي في الدار ما يستحقوش المسؤوليه وما فيهمش الثقه. ياك لاباس اش داروا لك؟ راه جاي لعندك وكنقول غادي نلقى الحانوت تا هو مقلوب كره ولا فيه صالون ديال كوافوره ولا كيبيعوا فيه بانيني ولا شوف اش داك الشيء. واخا يحطوا لي موز ديال سبعه ديال الضلعات علاه ما يشكتفي انا منكم ومن هالحانوت هذا؟ انا رانا الثقه انا رانا من الفطاحله الكبار ديال الثقه ديال العبده في اسفي. كنقولها ونعاودها تراك ثقه وصاحبي ومعاشر معايا على الحاره وعلى الحلوه. والله الا بقيتي فيا حكي حكي لي اش توقع. والله هذا الغدر هذا الغدر. جيت اسيدي دخلت الدار حليت الساروت وكندخل حتى كنشوف الدار. فين الجيران؟ انا راه متعلم ديال حمادي الصباغ قال لك صيفط لي الخلاص ديال داك الرياض اللي في درب السقايه اللي ديتي صبغ وقال لك شوف قال لك صيفط لي حتى الفلوس ديال المعلم البنا والتريسيان. كلتي الدواء ديالك هذا النهار ولا جايك تهتر علينا حنا هنا ولا انت شكون انت؟ انت طاشرون انت داخل معاهم في المعمعه ليك هذا قلتي انا اخوك اللي غلب يعف اللي دار الذنب يستاهل العقوبه بات مظلوم اللي دار بيدي يفكها بسني يخرج فيك انت باقي هنا يلا خلص سيد. انت الهضره اللي ما تقولهاش ليش تقولي علاش؟ ليش؟ جدر زيد قدامي زيد قدامي تحضروا في السويع الباركه سير زيد قدامي اش غتعاود ليا زيد قدامي خزيت. انا اللي درناه هيثم هيثم سير هو تنبك صافي طير لك الفريخ سير هو سير هاي هاي على بالقرد تا هو ولاو يتخاطفوا عليه الدريه. سير قال تخاطف علي مالي ما صدت الشغل على الاقل الرجاله سير ديها في راسك شويه وكور انا عم سخرها وتعطل عليا. ما لقيتيش شكون تسخري هذاك؟ هذاك راه تسخري على الدنجال يجيب لك خوه. كيفاش خوه؟ خو دنجال حق مولا. لا لا انا الهبيله اللي دايره في كراسي دابا انت مسالي قبك مع راسك باغي تضحك وانا راه مساليه راسي. انا راه عندي مشكله اللي مره غطيح شي روح فهاد الدار هادي. السلام عليكم.
السلام عليكم. بغيت غير نسولك اوليدي يا قعيبر، شكون المعلم؟ واش انت ولا انا؟ انا. ايوا سي مصطفى هو المعلم، هو مول المحل، ولا انت عندك شي هضره اخرى؟ ايوا احترم الرتوبيات. سي مصطفى المعلم ديالي انا، وانا المعلم ديالك انت، وانت المعلم ديال التشطاب وجميع الطواجن المهرسه. قول لي فين كنت؟ كنت عطام وقفت عليا على قبل واحد الغراض، حيت عارفاني كابابي. تسكت الخو. عارفاني باقي صغير وما فايتش فيا الجواج. باغي نعودو قد السطر قد القبه انا وياك؟ غنبداو نلوحو الهضره بالمقلاع هنا. قول لي جوج الحوايج، فين مشيتي؟ واش قالت لك طعم؟ ولا راه اليوم غادي نسخن بك الفران بعد غمتك غنصوب الطين؟ الفران لا، نقول يلا. قول. طاري عليك يا سيدي بالذهب، ندير لك الشمع. الله يمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والرباح والنجاح. واش غبغيتي تفكريني؟ واش النهار كله وانا غادي جاي قدامك ما قدرتيش تقولي لي تا بصحة الجيكيتا وانا كنلبس على المسني؟ هاتي شوف التيكيتا، نقرا لك ولا تقراي؟ انت واش بغيتي عندي اخويا؟ انت مالك على صقلي بجليدي؟ بعد مني تفرق لي، يعطيني اتساع. واش هنايا الجلالي من الفطاحيله ديال عبده، رجلي في ادخوم الارض السابعه وراسي في عيله السماء، وتخلي عليا وتصيفطي بعلوك قعيبر يتقدى لك الغرض؟ تشلك تدخل سوق راسك يا ناري، حيد ما تطرق بعد مني. في الغدا غادي عند المسعودي يرد لي باني واتوب تخرج معايا ايام والكحله ومشي يجيب الراديو والماكينه ديال سيد المصطفى. ما غاتلقايش المسعودي. علاش اخويا؟ مشى الخميس زمان راه يبيع الميكا. وماشي مشكله نقعد لي قدام العتبه وكان يجي على خاطر خاطر. ويلا الصباح مشى لجمعه السحيم، وبالتغدا مشى لسبت كزوله، وبالتغدي مشى لحد حراره تسنيه سيمانه. ومحك اخويا سدتي عليا في وجهي، تدخل على سوق راسك. رحميني رفقي بيا يا ضليمتي، وحني على هاد القلب. جلاله خالتي كنت شوف فاش كاين فيها القلب هذا. شوفي انا راه ناوي الحلال، راه ما نمسكش انا عقدك، انا مزاوج في الله، انا مزاوج في الله. ضليمتي اش بغيتي؟ واخا غادي يكون فيك الجوع ياك شويه وصافي، نجيب لك شي شويه كاوكاو. واش انا وياك خارجين في النزاهه؟ تبعد مني يا جلاله، تفرق عليا، خليني عيني على الغادي والجاي اللي عاد يمشي يزهق لي المسعودي وما نشوفوش. سيد المصطفى، سيد المصطفى كوزني جلالك. لا 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 ما شتيني ما شتك. شوفي تلاقينا انا وياك على بغتة، وداك الشيء ديالكم ما تخشينيش فيه. يا ودي يا ودي، انت سمعتي سيد المصطفى طاح منك النص ديال الرجله؟ شنو واش نسيتي شكون انا ولا؟ راه بونيه وحده اللوح ورقه، راه خايف من الشوهه. وبيني وبينك لكن شي شوهه بغيتها معك انت، بغيت نتشوه معك في اسافي الفطاحيله ديال الحب يسيقوا لي الاخبار. مسعود شنو هو هذا؟ هو هذا ايه صرا بغيت لك شرب بلاتي كرزي خليني لنا. كيدير المسعودي؟ لاباس عليك، ما خليت فين قلبت عليك ماك على هاد الغبور. هاكا المسعودي اخويا ما دراش مني قلت صواب هاباني واهتك رضي عفاك داك المكانه والراديو اللي بعت لك. ما حشمتيش مكانه والراديو، عطي هاد الشيء زيد على الاقل سطيل فراكه. ما خاصني لا فراكه لا سطا. لودي خود عم وعنك هم وحدك ورد لي المكانه والراديو. حق مولانا لواحد المشكل ما شكيت عليك اودي المسعودي، من بعد نعاود لك. ولكن انا ربعت من واحد السيد ما يبغيش يردهم. كيفاش ما يبغيش يرجعهم لك؟ حيت كليت شي بركه قليله من الفلوس باش بعتهم. بشحال بعتيهم؟ ب40. وشحال كليتي؟ 35. ياك اخويا بيعهم انت يا ب40 وعطيني فانا وجوج المشاق فبغيتك تخرجهم على قيامك انت. حنا لا خليني حق مولانا تنبهلا وياك في الجور ديال الفلوس. واش انا كانتي وراديه ولا؟ انا بقات 5000 ريال. كتعرف هاد مول البازار فين جا؟ الحميدي مول البازار. تبارك الله عليك بزناسه مع بعضياتكم. زيد قدام والبانيو والله لا ديتيهم. زيد قدام، زيد قدام، زيد قدام. شالي لي 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 وادي نحداك الرويدو ديالي دابا تحتجني يا خيي. بابا سيد المصطفى حدك تم. انا مزوقه فيك سيد المصطفى. تم عرضك يا سيد المصطفى، ما تقلق عليا حق مولانا. يا سيد المصطفى ملي كتقلق عليا عليا بلي مين اللي كتسد لي الشهيه؟ ما نبقى ناكل ما نبقى نشرب ما نبقى نرقد. يا سيد المصطفى اللي تشهيتيها وجدتها لك واللي امرتي بها نفذتها، بغيتي المكانه جبتها، بغيتي سيد الراديو حضرته حتى غير امر وانا ننفذ. يا سيد المصطفى بغيت الضربة ديال الحلفة ديالي ترجع. ها؟ هي هي جاية تصفر وتخدار، هي هي لي حسن فعلي زار، هي يا ناس حيت معشوقة في